ينضم لنا الآن على التليفون عشان تكتمل الليلة ومن بيروت كابتن شريف إكرامي. دكتور ياسر مساء الفل. كابتن شريف يا خرم. يا دكتور ايه الأخبار؟ الصوت ده مش غريب عليا، الصوت اللي معايا ده انا سامعه. انهي صوت فيهم؟ يا خرم يا كابتني. ازيك يا شريف؟ وصلت بالسلامة؟ وصلت يا كابتن. ازيك؟ ان شاء الله تقضي يومين كويسين ان شاء الله وتتبسط وترجع ان شاء الله بألف سلامة. دلوقتي يا شريف كابتن احمد قال ان انت حارس يعني مستواك متوسط وضعيف يعني، وكابتن طارق الحقيقه للاسف فاجئني انه اكد على كلامه، فانت تعليقك انت ايه؟ والله يا جماعه انا فعلا حاولت كتير قوي ان انا بقاوم، بس انا فعلا مش قادر يعني. انا اصبح يا جماعه والله بصراحه. لا الحقيقه شريف الاثنين اشادوا بيك امبارح وقالوا ان انت يعني اديت مباراه طيبه، ودي تبقى شهاده لها معناها لما تاتي من مدربك السابق ومدربك الحالي يعني. طبعا دي حاجه بعتز بيها جدا، وطبعا يعني لما تيجي من يعني ناس انا بعتز بيهم جدا زي كابتن ناجي وكابتن طارق، بس انا بصراحه عايز انتهز الفرصه دي ان انا ادي مداخله اخش بعد الماتش واتكلم. انا طبعا بهني جمهور النادي الاهلي وبهني الجهاز وكل الناس على المكسب الحمد لله، وفي نفس الوقت انا يعني مش عايز اقول ان انا بعتذر. انا بعتذر طبعا ان انا صعبت الوضع جدا، ان انا كان بايدي ان انا ما دخلش الفرقه في الوضع ده، فده طبعا انا شايف ان ما فيهاش حاجه لو غلطت ان انا اعتذر. لا بالعكس، انا يعني تحملت مسؤوليه الجون ده تمام 100% وعدم الاشتراك مع اي حد، ان انا كان بايدي ان انا يعني اتصرف احسن من كده، بس الحمد لله على كل حال. طبعا ان ربنا ده منتهى الاحترام يا شريف، ده كلام في منتهى يعني الاحترام. انا عايز اعلق على كابتن طارق، بس عايز اقول لك حاجه. عايز اقول لك بجد يا شريف، والله انا قلت الكلام ده وباكد عليه تاني، انت امبارح من نجوم المباراه، انت امبارح عديت مباراه انا راضي عنها تماما، وما شاء الله ربنا امبارح مميز والله. والخطا وارد يا شريف، يعني من اعظم حراس مرمى في العالم بيخطا، وخطا وارد في كره القدم. مطلوب منه ده الطبيعي بتاعه، ان هو لازم يؤدي، ولازم يعني مش هقول ان هو مش مسموح منه الخطا، اي حد ممكن يغلط، بس طبعا يعني زي ما الناس بتندحك لما بتبقى كويس طبيعي جدا ان هم بينتقدوك لما بتبقى وحش، بغض النظر الانتقاد احيانا بيبقى قاسي شويه، بس انا متقبله جدا بمنتهى صدر رحب، وما زعلش خالص من اي حد ينتقدني، وما زعلش خالص من الجمهور لما اما بيهاجم او بيحمل، ده بيبقى من عشم ومن حب، وانا بشاركه بنفس الاحساس ده. بس في نفس الوقت يعني طبعا بحمد ربنا الو، وان الهدف ده ما اثرش على نتيجه المباراه الحمد لله. بس وانا حتى طلعت وقلت بعد الماتش على طول، وحتى بيني وبينك كابتن طارق اول ما خرجت على طول انا قلت لك ان انا كان لازم اطلع على الاوفر، وان انا كان لازم اخلص، وانت قلت لي اكدت لي الكلام ده كله، وانا اول مره اقول طبعا الكلام ده ما اتكلمتش فيه مع حد خالص. ما انا عارف انا عارف. بس فانا يعني بنتهز فرصه. ويا شريف الو شريف. كابتن احمد ناجي قطع الخط عن شريف. كابتن احمد. ايوه دكتور. كابتن احمد في الدوحه. كابتن احمد، بس يعني كابتن احمد يقدر يقطع الخط في العالم. لا هو